أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة الله
ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن Oh.
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله 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 الحمد لله.
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ليحملوا ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل بلى
إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم متكبرين. ربنا يشرح صدرك يا مصطفى. وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. الله الله اسمعها تاني يا مش مصطفى. النبي النبي يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا. يا سلام يا سلام. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أيوة.
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. ذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. ربنا يديك الصحة يا رب يا رب. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.